معقوله يا دارين اللي انت بتقوليه ده؟ طب انت متاكده من اللي انت بتقوليه؟ طبعا متاكده. وانا هالف يعني؟ ما الموضوع واضح قدامك. طب في ايه لما تتجوزوا؟ الجواز له عيب ولا حرام؟ شوف اقول له ايه. قول لي ايه يا ابني؟ انت انا ما عنديش اي اعتراض على جوازها، انا كل اللي يهمني انا وانت، وضعنا ساعتها هيبقى ايه؟ تصدقي حطيت ايدي على حاجه عمري ما فكرت فيها قبل كده. بس انا بقى فكرت، مش ممكن مهما حصل اخلي حد يتدخل بينا، وخصوصا لو غريب ما نعرفوش. طب هي وخالتنا وامنا ومربيانا، انما هو بقى يتدخل بينا بمناسبه ايه؟ ده احنا لسه على البر، والاستاذ عايز يقول رايه ويفرض وجهه نظر، امال بعد كده بقى هيعمل ايه؟ وبعدين بقى بصراحه يا شمس، انا ما احبش حد يتدخل بيني وبينك، احنا مهما حصل بينا برضو في الاخر اخوات. طب وفي حاجه حصلت وضحت لك غير كده؟ انا لما سبتكم ومشيت جيت على هنا لقيتهم مع بعض. طبعا كنت متنرفزه منك على الاخر، سالتني وقالت لي مالك، قلت لها لو سمحتي قولي لشمس ما يمدش ايده عليا تاني قدام حد. انا الاستاذ قام نفش وقال لي ولا قدام حد ولا حتى وانتوا لوحديكم، ده تصرف مرفوض. قلت بس الاستاذ ناوي يربينا من اول وجديد. لا ده بعده. عرفت بقى انا متضايقه من ايه؟ وفي الاخر حضرتك جاي تمد ايدك عليا. خلاص بقى حقك عليا بقى، ما تبقيش رخمه. لخص هنتصرف ازاي؟ انت شايفه ايه؟ عندنا شقتنا في مصر، يعني مهما حصل مش هنبقى في الشارع. ايوه دارين، بس برضه الحياه مش شقه وبس. قصدك يعني على الشغل؟ بسيطه، في اكتر من 10 شركات سياحيه عرضوا عليا اشتغل معاهم وانا كنت برفض. طب سيبيني افكر. بس بقول لك ايه، انا ما قلتلكش حاجه. ها دي بتطلبني، روح لها شوفي عايزه ايه. اروح لها لو لقيتها قاعده معاها وعايزه تكلمني في حاجه، اقول لها من فضلك لو عايزه تقولي لي حاجه يبقى لوحدنا مش قدام حد. سلام. استاذ اسماعيل، انا بتاسف لحضرتك بالنيابه عن دارين. وبتتأسفي بالنيابة عني ليه؟ أنا ما غلطتش في حاجة. أنا آسف يا مدام. أنا طلبت أتكلم معاكي لوحدينا، وده حقك. أنا مش فاهمة أنا عملت معاكي إيه عشان تعمليني بالشكل ده؟ والله بقى اللي على راسه بطحة. بنت بلاش بجاحة. دي مش بجاحة، هو ايه اللي يقول رأيه بصراحة ومن غير عقد تقولوا عليه بجح؟ ومش متربية كمان. تربية حضرتك بنت، انت هتردي عليا كلمة بكلمة؟ امال اسيب حضرتك تتكلمي كده واحلقلك؟ بنت ولا كلمة زيادة، بعد كده مش هسمح لك بأي تطاول، انت فاهمة؟ انا مش قادرة افهم ايه اللي حصل. انت متصوره ايه؟ متصوره ايه في ايه؟ حقيقي مش قادره افهم. انت ليه بتتعاملي مع الاستاذ اسماعيل بالشكل ده؟ الراجل بيحبك زي بنته بالظبط. يا سلام عليه وعلى حنيه قلبه وطيبته. هو اللي قالك كده؟ ايوه طبعا. طب ما دام قالك كده بقى اسمحي لي انا كمان اقول لك ان انا مش هسمح له هو يلعب بينا احنا الاثنين وهو عامل فيها دون جوان. عيب يا بنت، عيب. كلامك خارج وجارح. انت عمرك ما كنت بالوقاحه دي، طول عمرك البنت المهذبه الرقيقه. ايه اللي جرالك؟ عشان كنت بفتكرك مثل اعلى ليا، وفجاه المثل الاعلى ده ايه؟ المثل الاعلى ده ايه؟ كملي. عشان تقولي عليا بجحه تاني. انا حقيقي مش قادره افهم. راجل محترم ومهذب اضطريت اعتمد عليه في حاجات لظروف خارجه عن ارادتي، ظروف انت عارفاها كويس قوي. ولما حسيت انك اتضايقتي من ده قلت له اني هتعامل معاه زي اي نزيل زعل وطلب حسابه عشان يمشي، وانت اللي اتحايلتي عليا علشان ما يمشيش ووافق وقعد. جايه دلوقتي بتحاسبيني على ايه؟ بتعاتبيني على ايه؟ امال لو كنت حبيته بجد كنت هتعملي ايه؟ وانت صغيره عشان تحبي؟ هو عشان ما لغيت نفسي، عشان اربيكوا واكبركوا.
لغيت مشاعري واحاسيسي عشان افضل جنبكم، يبقى ده معناه اني كبرت مش من حق اني اعيش، مش من حق اني اعجب بحد او حد يعجب بيا. تتكلمي عن الحب؟ ما افتكرش انك تعرفي يعني ايه الحب الحقيقي، لانك لو كنت تعرفي تحبي بجد كنتش تقولي لي الكلام الجارح ده. انا لو ما اعرفش احب ما كنتش حبيت كنتوا كمان. عارفه ليه؟ هقولك كلمه عمري ما حبيتني اقولها، لانكم مش اولادي. كان هيتقال مش قلب ام، بس انا حبيتكم كاني امكم بالفعل. عمري ما بطلت قلق عليكم، عمري ما بخلت عليكم بحاجه، عمري ما بطلت اخاف عليكم. جايه بعد ده كله وتقولي لي ان انا ما بعرفش حاجة. حتى زي ما بتقولي لو كانت الفرصة جاتلي على كبر وليه ممكن ما تجيليش تاني، مستكترها عليا، مستخسرة فيا مشاعر حلوة أنا أكتر واحدة ممكن أكون محتاجة لها أكتر من أي حد تاني وأكتر من أي وقت تاني. حرام عليك يا بنتي، حرام عليك. كفاية كفاية ماما. أنا يمكن لو مش حاسة بندمك دلوقتي كنت استعوضت ربنا فيك. مش هقولك تعالي في حضني وطبطب عليكي وأقولك إني مسامحاكي لسبب بسيط، لأن اللي انتي متخيله ده في خيالك انتي لوحدك. الراجل عمره ما قالي أنا بحبك ولا هتجوزك، الراجل بشهامته ورجولته وقف جنبي عشان ظروفي الصعبة، عشان ظروفنا كلنا، وقف جنبنا كلنا، وعشان كده كلنا حبيناه. انتي بس اللي تهتي في تفسير مشاعرك وبشكل مغلوط. من فضلك يا ماما سيبيني مع نفسي شوية. ممكن أنا قلت